اللهم دعنا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم دعنا وعن شيخنا وعن نبيه الفاضل المسلم. آمين. قال الإمام رحمة الله تعالى عليه، قال في صحيحه وما زلنا مع كتاب الجهاد والسير، قال: باب لا هجرة بعد الفتح. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، من الثقات الأثبات والله الجماعة. قال: حدثنا شيبان، مر مر مر، ما الوقت. نعم، قال: عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. نعم. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود أنه قال: جاء مجاشع بأخيه، قال: جاء مجاشع بأخيه مجاهد بن مسعود رضي الله عنه جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فقال: هذا مجاهد يبايعك على الهجرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن أبايعه على الإسلام. الله أكبر. قال عمرو بن جريج: سمعت عطاء يقول: ذهبت مع عبيد بن عمير الى عائشه رضي الله عنها وهي مجاوره بالثبير، فقالت لها: انقطعت الهجره منذ فتح الله على نبيه مكه. نعم. نعم، هنا الباب بأسره على أصل أصيله هو لا هجرة بعد الفتح. الحديث الأخير يقول: ذهبت إلى عائشة رضي الله عنها وهي مجاورة بثبير، اللي هو الجبل أشرق ثبير كما نغير. نعم، فقالت لنا: انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيه مكة. الكلام هنا في قوله لا هجرة بعد الفتح، ليس هذا الكلام عام على عمومه، يعني هذا ليس هذا الكلام على عمومه، يعني هذا عام يراد به الخصوص، يعني لا هجرة من مكة بعد الفتح، فهذا عام يراد به الخصوص، وإلا فالهجرة لا تنقطع إلى يوم الدين. أما رأيت أن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال: برئت الذمة من جلس بين أظهر المشركين، قال: أنا بريء من جلس بين أظهر المشركين. فالأصل في ذلك هو أن البراءة تدل على وجوب الهجرة، فمن كان في بلد الكفر فواجب عليه الهجرة إلا أن يمكن دينه كما قال الشافعي. مقصود هنا هو لا هجرة من مكة بعد أن فتحت، فتحها الله جل في علاه على نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، إذا استنفرتم فانفروا. هذه فيها دلالة أيضا على أن فرض الكفاية ينقلب إلى فرض عين بنفير ولي الأمر، إذا استنفر ولي الأمر يهديكم الله سبحانه وتعالى. فالجميع عليهم السمع والطاعة. فمن هاجر قبل الفتح لا يجوز له أن يرجع إلى مكة مرة ثانية، أحسن الله لك يا حبيبي. لا يهديكم الله سبحانه وتعالى، يهديكم الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: لا هجرة بعد فتح مكة. هذا هو الحديث يبين لك في هذا الباب، لا هجرة بعد فتح مكة ولكن أبايعه على الإسلام، يعني لا هجرة من مكة. فالمقصود هنا في هذا الباب هو الهجرة من مكة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. يعني من هاجر قبل الفتح لا يجوز له أن يعود إلى مكة. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان العود إلى مكة لعاد إلى مكة. قال: أما ترضون أن يذهب الناس باللبن والنوق وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: رضينا، وبكوا بكاء عظيما. الغرض المقصود بأن قول سام لا هجرة بعد الفتح، يعني هجرة من مكة بعد فتح مكة، لأنها صارت دار إسلام، ولكن هجرة بقية ليوم الدين، أن تهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. بل بعض العلماء يقولون: إذا كان في بلد الإسلام لا يمكن فيه أحكام الله جل وعلا، وهناك بلد آخر يمكن فيه أحكام الله ويستطاع الوصول إليه، وجب الهجرة من البلد الإسلامية التي يحكم فيها حكم الله جل وعلا إلى البلد الأخرى. هذه مسألة عظيمة لابد أن تفهموها جيدا في هذا الباب. فقول الإنسان لا هجرة بعد الفتح، طب خلاص خليه معاك وبعد الظهر كلمه، ماشي خليه يعملها. ذكر أبو عبيدة في كتاب الأموال أن الهجرة كانت على غير أهل مكة من الرغائب ولم تكن فرضا، دل على ذلك قول الذي سأله عن الهجرة: إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي زكاتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. ولم يجب عليه الهجرة، وقيل إنما كانت واجبة إذا أسلم بعض أهل البلد. الصحيح في هذا الباب: الهجرة واجبة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ولا يبقى المرء في بلاد الكفر، وكما قلت، بل تحتم على من علم بتحكيم أحكام الإسلام في بلد أكثر من بلد أن ينتقل لهذه البلد التي فيها تحكيم أحكام الإسلام. الفوائد المستنبطة، عليكم السلام وبركاته. عام اللفظ الذي يبقى على عمومه هنا قد يكون العام عام يراد به الخصوص، اللفظ يأتي عام ويراد به الخصوص. فقول الهجرة بعد الفتح يعني فتح مكة. فرض الكفاية انقلب إلى فرض عين إذا استنفر الإمام الأمة،
الجهاد فرض كفاية، ومن قال فرض عين باستنفار ولي الأمر. فضل مكة، فضل مكة. نعم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.